استقرار السوق الخاصة بهذا المنتوج الذي طمأن الفلاحين وشجعهم على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج هذا المحصول، حيث انتقلت المساحة المزروعة من 105,121 هكتار سنة 2009 إلى 148,692 هكتار سنة 2017، الزيادة المعتبرة في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة الذي انتقل من 26 مليون قنطار في عام 2009 إلى تقريب 50 مليون قنطار في 2017 بمردودية قدرها تقريب 310 قنطار في الهكتار.